أهلا ومرحبا بكم أعزائي الدارسين بدبلوم تنظيم وطرق العمل، استكمالا لمقرر مادة تبسيط الإجراءات. مفهوم تبسيط الإجراءات وأهدافه: يمكن تعريف تبسيط الإجراءات على أنه فن تحقيق الاستخدام الاقتصادي الأنسب للوقت والجهود البشرية والإمكانيات المادية لأداء العمل بجودة أعلى، وذلك من خلال تخفيض الخطوات غير الضرورية في أداء العمليات المختلفة، وتتحقق الجودة الأعلى في أداء العمل إذا أدى تبسيط الإجراءات إلى نتيجة أو أكثر مما يلي: إذا أدى تخفيض الإجراءات أو تبسيط الإجراءات إلى التوصل إلى ترتيب أفضل لخطوات أداء العمل، خفض الجهد المبذول في أداء خطوات العمل، خفض وقت أداء خطوات العمل، خفض تكلفة أداء العمل، أو التوصل إلى تخطيط داخلي أفضل لمكان العمل، أو التوصل إلى تصميم أفضل لنماذج أو سجلات العمل. وتتضمن عملية تبسيط الإجراءات على جانبين، هما الجانب الإصلاحي والجانب التخطيطي. الجانب الإصلاحي، وذلك بالنسبة لحل المشكلات أو التعقيدات التي ترتبط بالطرق المستخدمة في أداء العمل بهدف علاج هذه المشكلات. أما الجانب التخطيطي، وذلك بالنسبة لتصميم طرق العمل ووضع الإجراءات للأعمال والخطط المستقبلية بما يؤدي إلى أفضل استغلال ممكن للموارد من الأفراد والأموال لتحقيق أفضل النتائج بأقل جهد وأدنى تكلفة ممكنة. أهمية تبسيط الإجراءات: تنشأ أهمية تبسيط إجراءات العمل حيث أن لها أثارا إيجابية عديدة على العاملين وعلى الجمهور الخارجي، حيث يحقق تبسيط الإجراءات ما يلي: توفير وقت الموظفين واستغلاله في مهام أخرى، سهولة عملية الرقابة وتحديد المسؤولية، توزيع الاختصاصات بالكم المناسب على الإدارات والأقسام والأفراد، التوصل إلى أفضل شكل للمستندات والعمل على دقتها وحذف غير الملائم منها. أشكال تبسيط الإجراءات: تتخذ عملية تبسيط الإجراءات أحد الأشكال التالية: إما الحذف أو الإدماج أو إعادة الترتيب. أما بالنسبة للحذف، ينطبق على الإجراءات غير الضرورية، وذلك بعد إجراء دراسة تحليلية تجيب على بعض الأسئلة، منها: ماذا نفعل؟ لماذا نفعل هذه الإجراءات؟ كيف نفعل هذه الإجراءات؟ متى يتم تأدية هذه الإجراءات؟ أين يتم تأدية هذه الإجراءات؟ من المختص الذي يقوم بتأدية هذا الإجراء؟ وإذا ثبت عدم تأثير حذف بعض الإجراءات على تحقيق الهدف من العملية الإدارية فيتم حذفه. أما من حيث الإدماج، فيتم عن طريق دمج أكثر من إجراء معا بعد التأكد من ضرورة كل من هذه الإجراءات. أما إعادة الترتيب، حيث يتم تقديم أحد الإجراءات على إجراء آخر، حيث كان هذا الإجراء الآخر في الأصل قبل عملية إعادة الترتيب هو الأسبق في الحدوث، ويتم إعادة الترتيب بهدف توفير الوقت والجهد. مقومات نجاح تبسيط الإجراءات: 1-
ضرورة إيمان الإدارة العليا بأهمية تبسيط الإجراءات، ويتطلب ذلك اقتناع الإدارة العليا بأنه لا توجد طريقة مثلى للأداء، ولكن هناك ما يسمى طريقة تناسب ظروف العمل. 2. ضرورة وجود الكفاءات القادرة على اقتراح عملية تبسيط الإجراءات، والتي قد تكون إما من داخل المنظمة أو من خارج المنظمة، ولكن لديها القدرة على التحليل الدقيق والتصور الواضح للوضع الأنسب واستعراض البدائل المتاحة لعملية تبسيط الإجراءات. 3. يجب أن ينتج عن التبسيط تصغير وحدات العمل، بمعنى أن تتم دراسة كل مجموعة من العمليات التي يرأسها شخص واحد على حدة، فإذا كان عدد العمليات كبير وعدد الموظفين أيضا كذلك، فمن الضروري تقسيم العمل إلى وحدات عمل أصغر. 4. الحرص على تطبيق القواعد الإدارية عند تطبيق خطة تبسيط الإجراءات، والتي تتضمن وحدة الأمر والمرونة وفصل العمل عن الرقابة وكذلك تفويض السلطة. 5. الإلمام بأدوات ووسائل تبسيط الإجراءات والغرض منها، مع ضرورة مراعاة مقاومة العاملين لعملية التغيير. الدواعي التنظيمية لتبسيط الإجراءات: أولاً، الفشل في توضيح العلاقات التنظيمية، ويعني ذلك عدم وضوح العلاقات التنظيمية، مما يترتب عليه تهرب البعض من المسؤولية وزيادة الوقت والجهد، ويحدث ما يلي: 1. يكثر تداول الأوراق والمستندات بين الإدارات المختلفة. 2. تتكرر الحاجة إلى انتقال الموظفين خارج مواقع عملهم للاطلاع على الأوراق. تتكرر الإجراءات دون جدوى، مثل زيادة عدد التوقيعات على نفس المستند، تقسيم الإجراء الواحد أو الإجراءات المترابطة دون تبرير مقبول. 3. الفشل في تفويض السلطة. يترتب على الفشل في تفويض السلطة ما يلي: 1. حدوث بعض الأخطاء الفنية عند تطبيق مبدأ تفويض السلطة، مثل التفويض الكلي للسلطات، مما يترتب عليه وجود خلل في النظام الإداري. 2. عدم اقتناع بعض المسؤولين بمبدأ تفويض السلطة، حيث يفضل الاحتفاظ بسلطاته لنفسه، مما يزيد من عدد نقاط الاختناق في العمل الإداري. 3. وجود خلل في عملية التخطيط التنظيمي، ويترتب على ذلك ما يلي: تعدد السجلات والمستندات المستخدمة في نفس الإجراء، اختناق بعض مراحل الإجراءات الإدارية وطول فترات الانتظار، تعدد صور أو نسخ النموذج أو المستندات المطلوبة، طول الإجراءات ووجود خطوات لا مبرر لها، مما يزيد من تكلفة أداء الأعمال. 4. الخلل في نظام المعلومات، حيث لا يوجد في بعض الأحيان تنسيق بين كافة الإدارات، فقد تصل تعليمات أو قرارات إلى بعض الأقسام بتعديل أداء خطوة معينة، ولا تصل نفس المعلومة إلى باقي الأقسام والإدارات الأخرى. التضخم الإداري، حيث تتعدد وتتداخل المستويات الإدارية والتخصصات الوظيفية الرئيسية والفرعية، مما قد ينتج عنه تداخل في الاختصاصات واضطراب في أداء الإجراءات الإدارية داخل المؤسسة.